لكن في ناس اللي بتدرب عشوائي وبياكل عشوائي وبيشرب بروتينات وفيتامينات وكذا بدون اشراف، هذا الشيء اكيد خطر عليه. بلشت اقلدهم من انا صغير، يعني كنت ايام الدش كان عندنا بسوريا والفيديو سي دي، فحط هيك واصير اقلدهم، حتى صرت اسوي ننشاكو لحالي بالبيت واحط على الفيديو على التسجيل البطيء واضل اعيد الحركه حتى تزبط معي وهيك شغلات، يعني كان ولع. هي بطوله اولمبيا امتشر باسبانيا 2018، هي على فكره بطوله اولمبيا هي تعتبر بطوله فوق بطوله العالم، بطوله العالم بنظموها الاتحاد الاي اف بي امتشر ببندورم، بعد صار مشاكل بالاتحاد الاي اف بي فانفصل، فصار الاتحاد قسمين، البرو ليج صار لحال، الاتحاد المحترف اللي هو الاساسي اللي اسسه جو ويدر، والاتحاد الثاني طلع لحاله. فبطوله اولمبيا تعتبر اقوى بطوله، خاصه هي باسبانيا بتصير، لانه في كذا بطوله اولمبيا، فيها 24 برو كارت، البطوله الوحيده اللي فيها 24 بطاقه احتراف. فكان الكوتش علي رضا ومحمد حسن بوجه لهم تحيه، لو كانوا يعني بيوم الايام شافوا هذا الفيديو. انا شفته عم يتمرنوا بالصاله تبعيتنا في بعد كارتي، بس كان الستايل عم يتمرنوا فيه كثير عنيف، وانا شدني كثير، يعني قلت اللي عم نلعب ونحن مزح معناته. ووجه كلمه بشكل عام للاعبين البادي بيلدينج والفتنس بشكل عام، هي كثير مهمه. ايه انه اول شيء لما بدك تفوت بهيك لعبه، مو هي مو بسيطه مثل ما انت عم تشوفها، يعني هي اللعبه مرتبطه بالطب ومرتبطه بشغلات كثير، فلازم يكون معك مدرب فهمان، عرفان شو عم يسوي، شو عم تسوي انت، عرفان دارس طبيعه الجسم، دارس شوي بالطب الرياضي، دارس شوي بالطب التغذيه، يعني عنده خلفيه علميه، عنده بطولات، محصل شيء، مسوي شيء، يعني هو اصلا يعني مارر بهي التجارب اللي راح يمررك اياها. Oh.